شايفين هذا الشخص وهذا؟ ركز فيهم. هاي بسنة 2017 وهذا أنا صورته ب 2019 بنفس المكان. إيش برأيك الاختلاف؟ aimed at Muslims like banning long beards. مفيش لحية صح؟ هذا المسجد في منطقة المسلمين في الصين في عام 2011. This journey begins in Kashgar. When tens upon thousands of Uyghurs from all across Xinjiang converge on this mosque to worship. وهذا في عام 2016. اليوم إحنا رحنا بعام 2019 وهيك صار المكان. مش للصلاة فقط للسياح وفيه دفع دخولية تكتات نو بري هير بري مش كأنه داخل على مسجد داخل على مزرعة هاي بسيطة شوف المسجد هاد مغلق تماما سكرينه وشوف هذا المسجد صار سوق من جوا looks like a mall طب صحيح وين المصلين like this question is not good fun منطقة للمسلمين في الصين فيها ما يقارب 21 مليون مسلم كانت تسمى تركستان الشرقية قبل 70 سنة حتى الصين احتلتها وضمتها للشيوعية بسبب الموارد والنفط فيها وموقعها الاستراتيجي واللي بوصل الصين بالعالم وسمتها تشينجانغ بما معناه بالصيني الحدود الجديدة إيغور قبل ما اروح هناك شفت فيديوهات على اليوتيوب عربية واجنبية وقالوا لي انبهك انك ما تصلي خارج اوقاتك الشخص كان هناك ونزل على برنامج صار يشرح شو اللي صار معه هناك الصيام صار ممنوع سألت ايش بتعرفه عن المنطقة هاي هالمسجات من انستغرام ستوري لما سألت عن تشينجانغ حجز طيارة على أورموشي هي العاصمة منطقة المسلمين هناك ورمضان هسه راح نروح عندهم هناك فأنا متحمس للأجواء ولكن في مخاوف هل الوضع صحيح هناك؟ المنطقة تعتبر منطقة خطرة جدا في الصين هل هذا حقيقي اللي بيصير هناك؟ اليوم نحن رايحين نكتشف ونتعرف على منطقة تعتبر من أكثر المناطق فيها شرطة بالعالم هل انتبه لما تروح هناك وأكثر المناطق الحكومة بتحاول تخفي كل المعلومات عنها في شيء قاعد بيصير غلط هناك صح؟ ليش بيحاول يخفوا كل شيء بيصير هناك؟ في كامب هون قريب من المنطقة هاي محجوز فيه أكثر من مليون مسلم نوفمبر 2018 بدأت تتسرب معلومات ما حدا كان عارفها هاي الصورة ناخذت عن طريق الستلايت Look closely and you'll see these huge complexes being built. قناة فوكس عملت فيديو عن الموضوع قبل أسبوعين بتشوف إشي مثل الكامب هون صح؟ هذا مخيم اعتقال محجوز فيه أكثر من مليون مسلم Inside these camps, the Chinese government is detaining as many as 1 million Uyghurs. China's mostly Muslim minority. باحتجاز مليون مسلم من الإيغور. بعد ما ضغطوا عليهم بالإثباتات إنه في معتقل، حكوا إنه هاي مدرسة للتهذيب والتربية أو اللي بسموها معسكرات تثقيفية. هنم خايفين من التطرف الإسلامي. طبعاً كل هاي حجج. عرفت وتأكدت منه إنه الكامب موجود 100%. الكل خايف يتكلم فيه. الوضع الحالي قبل ما نبدأ الفيديو بلد ممنوع فيها الصلاة والصوم وتربية اللحية وإنك تقول السلام عليكم إجبار المسلم فيه يتزوج صيني ويأكل لحم خنزير ويشرب كحول بما معناه لازم تطلع من دينك وتغير نسلك الصين بتبدي أكبر مشروع في العالم اللي راح يخليها تسيطر على العالم كامل قريبا هو اسمه مشروع الحرير الجديد والاسم الجديد بالإنجليزي The country launched the Belt and Road Initiative. رح نتعرف على هاي المنطقة خلينا نبدأ بالجزء الأول بدأت الرحلة من كوالالمبور إلى مدينة تشينزن قعدنا يومين ومنها طيارة 5 ساعات إلى مدينة أورموشي ليو ليو وصلنا هاي از ذس تشاينا Really? Yeah, yeah. Still, huh? Yeah, yeah, still China. But feel different. Yeah. Okay, احنا وصلنا. خلينا ندخل على الـ Airbnb. حجزنا Airbnb هون. A lot of police?
هالمدينة يا إخوان فيها أكثر عدد شرطة في العالم، أكثر عدد شرطة في العالم موجود في كل زاوية، في شرطة وفي نقطة تفتيش. يا هلا والله. اسمع، احنا اليوم رحلتنا على مدينة أورومشي، هي هاي العاصمة بتاعت المنطقة كاملة، هي اسم المنطقة كاملة تشينجانغ، وفيها أكثر من مدينة. واحنا هسا حاليا we are in Kazakhstan or China؟ China. مختلفة، هاي تركستان الشرقية قبل ما تاخذها الصين تقريبا قبل 100 سنة، لأنه فيها نفط وفيها كثير موارد. يا عندهم لغة ثانية. شفتوا كيف كل اللوحات لغتين، هي حروف فيك تحس عربية بس احنا ما بنفهمها. حاليا حطينا اغراضنا هون، هذا الاير بي ام بي هيك مكانه، في تاج هناك This is Leo from Shanghai. فهسه حاليا بدنا نروح ننطلق على جراند بازار، نبدا اليوم من اول على طول. هسه وصلت وبنبدا اليوم، مش قادر اعتقد هاي خريطه المنطقه كامله. في قطار، تعرفوا انه وصلوا قطار من بيجينغ لهون فقط عشان ما يحسوا الناس انه هون هم بعيدين عن الصين، هم بيحاولوا يبعدوا عن الصين هون اهل البلد يعني. بس طلعت صحراء هون، صحراء يعني كلها جبال، لاندسكيب اشي بجنن، ولكن طبيعه ما في كثير. Are you excited؟ هم الصينيين بنبسطوا لما يجوا هون لأنه بيعتبروا هاي هيك دولة مختلفة، مع أنها داخل الصين. They speak Chinese؟ Yeah. الناس بيحكوا صيني وبيحكوا اللغة الثانية هي لغتهم. The identity card to get into the residential area. طلع عن طريق الوجه. For the face. Go up. واو اسمع، دخلنا جوا، الأجواء بتجنن. طبعا لازم مرينا من حجز وفتشونا وهيك وشافوا الجواز، بس في مسجد هون ومنطقة إسلامية بحتة. This is China still. No, I don't think this is China, man. إلى الآن أنا مش مستوعب الوضع وإيش بصير. كنت مفكر الوضع عادي، ولكن في أشياء كثير مخفية ما في حدا بيتكلم عنها. You're my new friend. بس إيش سر الأعلام الصينية في كل مكان عشان يحاولوا كمان يثبتوا إنه إحنا الصين يا إخوان؟ عام 1950 تقريبا أخذتهم الصين وحطت الشيوعية فيهم، هم ما بدهم طبعا. دولة إسلامية إذا تركستاني مسلمين تراب كويس، إن ما حد بفهم شو قاعد بحكي بالشي. طبعا مشهورين كثير بالأكل هون يا إخوان. How are you؟ السلام عليكم. وعليكم. بتشوف في خوف بينهم مش عارف من ايش. اشهر لحم في العالم موجود هون، من اذكى اللحم بقول لك. يا الهي متى يجي الفطور؟ هل حقا الصيام ممنوع عندهم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله رمضان. ها فاستنج؟ ها رمضان؟ سألت انت صايم؟ ما فهم علي. صديقي الصيني سأله، راح عشان يثبت انه مش صايم. شو سايب؟ Maybe you don't like. Hey. You can eat. بيك موجود حتى هون. طلع في الصين. شفت اسم السندويشة؟ لأنه اللي بصوم أو بصلي بيختفي. وين بيختفي طيب؟ غريب، المفروض اني انا في منطقة للمسلمين، والغريب اكثر انه احنا في رمضان ومسجد وموعد صلاة وما في حدا بيصلي والناس بتلعب حول المسجد، ايش قاعد بصير؟ طلع محلى الاجواء انت. شو هاد؟ طلع هذا لبس الإيغور. Thank you, thank you so much. أوكي المنطقة هاي اللي إحنا فيها فيها مسجدين يا إخوان. أنا كنت مستغرب، صارت الساعة 4 مرت الساعة 5 وما أذن، ليش؟ أنا مستغرب يعني، إحنا جنب المسجد. رحت قرأت، دخلت صرت أقرأ، عرفت إنه الأذان ممنوع هون. تخيلوا مانعين الأذان، كثير كثير متشددين على المسلمين هون بتهمة إيش؟
طبعا انه ايش والله هم بيحاربوا الارهاب والتطرف. لسه اعرف وين حيزين العالم هون، بقولوا حيزين مليون مسلم هون. عدد المسلمين هون 21 مليون. في ناس تحكي 100 مليون بس يعني قرأت الموضوع مكتوب 21 مليون. لأن حاولنا نطلع من البازار عشان نفهم ايش اللي بيصير. احنا طلعنا فكرنا نطلع من البازار. طلعنا نصور كم من مسجد يا اخوان على طول مسكونة. كل زاوية مسجد بس بأذنش. للأسف الشعب هون يعني بالمرة انجليزي. مسكونة أول مرة، ثاني مرة، لا تصور، ممنوع تصور، وقف هون، إيه صور، يفتشوا الفيديوز، أعطون خبي الميموري كارد. مرينا من حوالي 3-4 مساجد كلها مسكرة وممنوع أبداً صورها، يعني حتى من الساحة من برا ممنوع تصور. If they find us take a photo or video, they'll take away our phone and the camera and stuff. مخفية، شرطة مخفية، ما حدا بيعرف. يعني ما بتحس إن الوضع عادي، ولكن تمشي مليون واحد بتطلع عليك، كلهم بيراقبوك، وكل شوي عزاوية بوقفك واحد. مسحوا الفيديوهات اللي فيها المسجد، مسحوا فقط الفيديوهات اللي أنا مصور فيها للمسجد فقط. They just deleted what they delete. We took a small video of the top of the mosque here. They just deleted the mosque video, right? Yeah. Why? It's not okay to take photos for the mosque. Why? I don't know. بيخافوا قاعدين بيعملوا إشي غلط، في إشي غلط قاعدين بيعملوه. China doesn't want the world to know any of this. In the meantime, the camps are still there and growing. إذا بلاقوا صورة أنت حاط مثلاً علم تركستان أو اختصار اسم الدولة على طول تنحجز. حوالي maybe 5 or 6 police came to us. 6-7 maybe. What the meaning of Xinjiang? New territory. الحدود الجديدة. Very old name. He's really scared. والله أنا ورطت معك. Don't worry. This is for Arab audience. Okay. Unless they translate it to Chinese. No. لما تيجي انت ما بتشوف هذا الاشي هيك بشكل واضح، ولكن لما تتعمق تحاول تدور على طول بوقفوك وبمسكوك. احنا روحنا، شو اللي صار معنا اليوم؟ نلف حوالين المنطقة هاي ونحاول نكتشف ونتعرف، وبنفس الوقت مش عارفين نحتك بأي واحد لوكال، مش حدا راضي يحكي معنا، وهذا اللي سمعته قبل ما أجي هون، ما حدش راح يحكي معك، الكل بيخاف، ما حدش بيثق بأخوه هون، لأنه كلهم بيشتغلوا مع الحكومة الصينية، الكل بيخاف. بكرة رايحين على مدينة، أبوي شو متحمس لإلها، كاشغار. وهون تقريبا ما في اشي نشوفه، يعني كل اشي ممكن نشوفه اللي هي فقط المنطقة اللي رحناها الجراند بازار. قاعد بنقول هسه الفيديوهات هون كمان عشان كل ما حنطلع حدا راح يوقفنا وممكن يمسحونا الفيديوهات، يعني بصير معهم زي قاعد بصير بألمانيا لما حجزوا اليهود. هسه حاليا احنا في العصر 2019 في ناس محجزين وما حدا بيعرف عنهم.